السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بشوق أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حكي صبايا. كنا مشغولين قبل ما نطلع على الهواء أنا وبشورة باكتشاف المواهب الجديدة، واليوم اكتشفنا موهبة جديدة عند بشرة وهي موهبة التصوير. وإنتي كمان أكيد أمل عندك موهبة جديدة. كل شخص فينا عنده هواية وموهبة بيمتاز فيها، وبين الهواية والموهبة حتكون مواضيع نقاشنا اليوم. ولا تحكوا مع ضيفتنا لليوم اللي احترت بلقبها هي أميرة ولا ملكة، ولكن استحقت لقب إمبراطورية الشعر اللي هي دينا عادل. إذا بتحبوا تحكوا معاها برنوا على الأرقام المدرجة أسفل الشاشة. وباتصال هاتفي ومداخلة رائعة رح نسمع صوت كرموشتنا وحبيبة قلبنا ونجوتنا الرائعة سارونا المنيع. فاصل أعزائنا المشاهدين وراجعين لكم. على دلعونا وعلى دلعونا الولد عزوة أهله وميهونة، على دلعونا وعلى دلعونا بس ما تنجهري أخت المصونة، على دلعونا وعلى دلعونا الولد عزوة أهله وميهونة، على دلعونا وعلى دلعونا بس ما تنجهري أخت المصونة. واجب نتغنى بالولد الشاطر، افرح يا بابا رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين ومعنا إمبراطورة الشعر دينا عادل. كيفك يا دينا؟ الحمد لله تمام. هلا حبيبتي أمل، كيفك أنت؟ بخير الحمد لله، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. تسلمي حبيبتي، هلا فيك. كيف الصيام معك؟ والله الصيام لا شوفي، أكيد في جوع وعطش، بس أكيد هم يعني أكيد حلوين لأنه إحنا في شهر الصيام وبركة والمحبة والأمل، فأكيد رح يكونوا حلوين. أكيد في عطش وأكيد في جوع، بس أكيد بنشغله بشغلات تانية وطبعا ما بنحس فيه. طبعا أهلا وسهلا فيك، نورتي شاشتنا الحبيبة شاشة قناة كرميش. هذا نورك، ظل رائعة على جميلة إمبراطورية الشعر دينا عادل على شاشة كرميش في برنامج حكي صبايا. دينا، الشعر موهبة، متى اكتشفتي موهبتك ومين اللي اكتشفها؟ أنا اكتشفتها في كان عمري تقريبا 6 7 سنوات هيك شيء، وبابا اكتشفها لما يعني كنت صغيرة واستمرت فيها، وأنا الله سبحانه وتعالى أعطاني موهبة الحفل، فكنت أحفظ الشعر وبعدين إنه ألقي بإحساس عميق، فالحمد لله على هاي الموهبة. ما شاء الله. طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. أهلا وسهلا بأهل السودان، معنا أمنية من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك يا أمنية؟ السلام عليكم. نقطع الاتصال، مو مشكلة. دينا، هل بذلتي مجهود لتدربي نفسك ولا كنتي تعتمدي على تدريب الآخرين إليك؟ ولا احكي لنا كيف كنتي تتدربي ومين أكثر شخص كان يساعدك بالتدريب؟ أكيد أنا بذلت مجهود كثير، يعني ما كنت أعتمد على أشخاص غيري، لكن كمان إنه بابا وماما وإخواني كانوا يشجعوني على هذا الإشي وكانوا يساعدوني، لأنه أنا بلشت بعمر صغير فما كنت أعرف إنه كيف أتدرب، كيف أبلش، كيف ما أخاف وزي هيك، فهم كانوا أول إشي يدعموني، بعدين خلاص إنه كان صار الاعتماد على النفس لأني صرت أعرف إيش هي موهبتي وإيش لازم أسوي. دينا، احنا بشر مو معصومين عن الاخطاء. أكيد. صح. هلا انت اول ما بلشتي مسيرتك بالشعر لما تلقيتي الملاحظات والانتقادات كنتي تتقبليها بصدر رحب ولا كنتي تزعلي وهالشي يحبطك؟ لا يعني انا كان بابا معي دائما في كل خطوه بخطيها، وكمان يعني اكيد يعني اول ما كنت اشوف انتقاد ما دامك صغيره كنت رح تزعلي، بس بعدين وجود بابا معي وجود ماما عودوني كيف اني اتقبل هذا الانتقاد واعمل فيه اذا كان يعني خير الي، وطبعا هسه خلص صرت اتقبل انتقادات الناس لانه صار اشي عادي،
وبعدين الحمد لله كل ما انت شفتي انتقادات اكثر بتصيري انت تعملي وتشدي حالك، بعطيكي دافع اكيد، وتشدي حالك وبتتغاضي الانتقادات هاي، بالتالي بتقلي الانتقادات. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. اكيد رح نكمل نقاشنا معك دينا، بس ناخذ هالاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ الحمد لله بخير. كيفك يا ورده؟ الحمد لله بخير. انت كيفك؟ الحمد لله منيحه. الحمد لله بخير. ممكن اسوي تحيه؟ يلا تفضلي. تحيه لورد الشام وابو كوك والامي وابوي واخواني واخواتي، وقلهم كل عام وانتم بخير بمناسبه الشهر الكريم. ان شاء الله تكون وصلتهم التحيه. اكيد حبيبتي. ممكن اختي تتكلم؟ يلا. ممكن اختي تتكلم؟ اكيد اكيد ممكن. ايه تفضلي اختي. سعدي تفضل. الو السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك أمولة؟ انا بشرى بس هي من معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك حبيبتي؟ بخير الحمد لله. ما عرفتينا عن حالك. ممكن اقدم تحية حبيبتي؟ ما سمعت. اقول فيني اقدم تحية؟ اكيد تفضلي تحية. تفضلي قدمي تحية. اقدم تحية لامي وابوي واخواني اخواتي وابو الكوك وورد الشام مجموعة عباد الرحمن. انتم ما شاء الله عليكم مبدعات ومتحجبتوا والله يوفقكم. تسلمي. تسلم يا رب. هذا من زائك. ممكن احبك. نعم. في واحد هنا تتكلمكم بعد. اوكي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك اموله؟ خير الحمد لله. وانت كيفك؟ الحمد لله بخير صحه وعافيه. كيفك بشوره؟ الحمد لله منيحه. مع كريم من السعوديه. اهلا وسهلا. ممكن اوجه تحيه؟ اكيد تفضلي. حابة أوجه تحية لأمي وأبوي وأخواني وأخواتي، وأوجه تحية لأروع مجموعة، مجموعة جيل التحدي وأعضائها وقناة بيستو. أكيد إن شاء الله تكون وصلتهم تحيتك. يلا مع السلامة. مشكورة حبيبتي. مع السلامة. أهلا وسهلا. مع السلامة. طيب نكمل معاك دينا، وحابين نسمع شيء من أحد الأشياء اللي ألقتيها. أبشري. أوكي خلينا نحكي قصيدة وإنك لعلى خلق عظيم للدكتور عائض القرني. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في سورة عما، إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها، لكنها تتوهم. المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء، والملة السمحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، هو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجيل، والمؤيد بجبريل، خاتم الأنبياء، وصاحب صفوة الأولياء، إمام الصالحين، وقدوة المفلحين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله يعني دينا عن جد يعني هيك بليق فيكي إنك تكوني شاعرة متميزة. تسلمي حياتي. أكيد عليه الصلاة والسلام حبيبنا ورسولنا محمد. أكيد دينا كان في مؤسسات تدعمك غير بيتك وأسرتك ومسؤولة عن هاي الموهبة، ممكن تحكي لنا شوي عنهم؟ أكيد، بس شوفي غير يعني أكثر إشي بيكون دائما التركيز على أسرتك. يعني أنا الحمد لله بابا وماما دعموني كثير، وكان بابا يعني دائما يدعمني ويشجعني ويساعدني، وأكيد هاي المؤسسات يعني
أكيد ساعدتني، فأعتقد أنه كان عندنا إذاعة وجمعية كمان، جمعية أهل الخير بلشت فيها، والحمد لله بعدين بلشت بقناة شدا، قناة محبوبة وقناة المجد، وأكيد غيرها من المؤسسات والإذاعات، بس دائما التركيز يعني والتشجيع على أسرتي. إن شاء الله الله يخلي لك إياهم. أكيد. تسلم يا رب. طيب دينا، أنت كنت أول طفلة بتبرزي موهبتك بالشعر بالقنوات الفضائية اللي يعني إحنا فيها هلأ، هل هذا الإشي خلاك تكوني تشعر بالتميز، ولا خلاك إنك شفتي حالك غريبة بين البنات اللي هلأ إحنا يعني موجودين حواليك؟ رح تجاوبينا بس على السؤال، بس تاخدي هالاتصال. أوكي. معنا آية من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. آية. آية وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. آية. آية وطي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون. آية. آية وين رحتي؟ هلا حبيبتي آية، كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا آية حبيبتي، هلا فيك وبكل أهل السودان. الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله، رمضان كريم علينا وعليك يا رب، وكل عام وأنت بخير، وينعاد علينا وعليك بالخير والأمل والمحبة إن شاء الله. أنا كثير بحبكم. هي كثير بتحبنا، وإحنا كمان والله بنحبك وبنحب كل أهل السودان. وتسلمي حبيبتي. آية عندك موهبة؟ أنا؟ عندك موهبة غير النشيد؟ دينا؟ معاكي حبيبتي. دينا كثير بحبك. تسلمي والله، أنا كمان بحبك. وبحب بوسمة وأمل كمان كثير. تسلمي هذا أكثر. ألو؟ هلا هلا، معاكي حبيبتي. أنا ملاك أختها. هلا حبيبتي، كيفك كل عام وأنت بخير يا رب؟ الحمد لله تمام، كلنا بخير. وانت كيفك؟ نعم؟ ممكن اكلم امل؟ اوكي، هاي امل معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير، انا كثير بحبك. تسلمي حبيبتي، هذا من ذوقك. ممكن تفضلي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ أنا أختها. أهلا وسهلا فيكي، شو اسمك؟ أنا؟ أها. أنا اسمي مزن. إيش اسمك؟ مزن. أهلا وسهلا فيكي. طيب احكي لنا، شو في عندك هوايات بتحب تمارسيها وموهبة تميزتي فيها؟ شو؟ أنت عندك هواية بتحب تمارسيها كتير؟ مثل السباحة. انتي عندك هواية بتحب تمارسيها كتير مثل السباحة، كرة القدم، كرة السلة، الرسم؟ ايوه. طيب اكيد دايما انتي بتحاولي انك يعني دايما تحاولي تعملي فيها، صح؟ ايوه. ما شاء الله، الله يوفقك تطلعي احلى رسامة. بدي اتكلم مع مشتاق. يلا هي بالشورة معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ أنا كثير بحبك. تسلمي يا رب، وأنا أكثر. كثير بحبك. تسلمي حبيبتي، وأنا أكثر، هذا من ذوقك. بشرى؟ تفضلي. بشرى أنا كثير بحبك. تسلمي يا رب حبيبتي، أهلا وسهلا. ممكن يلا أحكي معك؟ نعم. ممكن بدي احكي معاك؟ اتفضلي. امولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ بخير الحمد لله، كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبتي، انا كثير بحبك والله. تسلمي، هذا من ذوقك. يلا بدي احكي مع دينا. يلا هاي دندر معك. هلا حبيبتي، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم دينا.
دينا مين معي؟ كيفك؟ انا ملاذ اخت اختها. هلا حبيبتي ملاذ، انا الحمد لله تمام، وانت كيفك؟ الحمد لله، انا كثير بحبك، انا بحب القى شعرك. تسلم يا رب، وانا كمان بحبك. كل عام وانت بخير ملاذ. وانت بألف بخير. طيب احكي لنا ملاذ، انت عندك مواهب وهوايات؟ دينا هلا، انا كثير بحب الشعر. ياي، يعني انت مثلي. يلا بدي اسمعك مقطع. يلا. السلام على اهل الهمم، فهم صفوة الامم، واهل المجد والكرم، طالب بهم ارواحهم الى مراب الصعود ومرات الخلود، من اراد المعالي هان عليه كل هم، لانه لولا المشقة ساد الناس كلهم، ونفوس الوحي تناديك، سارع ولا تلبس بناديك، وسابق ولا تمكث زواديك، اطلب الآلة دائما وما عليك، فإن موسى لم اختصر الله بالكلام قال. نقطع الخط معك، بس عن جد يعني ما شاء الله إلقائك حلو كتير. ما شاء الله عليكي، يعني عن جد إلقاء رائع ومؤثر، وإن شاء الله هيك تستمري وضلك، وحاولي كمان إنك تكتبي شعر وتتألقي فيه، وما شاء الله عليكي واستمري في هالموهبة. طيب دينا، إحنا كمان عملنا هيك شوية مسابقات عشان نعمل شوية فعاليات بالحلقة، بس بدي أحكي شغلة، إنه مبارح إحنا أنا وبشورة نسينا نعطي نغم هديتها، وهي طبعا لساتها بالاستديو، بس ان شاء الله لما نشوفك يعني رح نعطيك اياها، مش بيننا بس يعني عشان جاوبتي الاسئله وبجداره. طبعا لك كل التحيه نقومه. يلا تسحبي اول ورقه. اوكي ماشي. اسرع حيوان على الارض، اعتقد الفهد. لا شوف الجواب. انا عشان طيب رح نكمل، بس ناخذ ساره من السعوديه. وانا كمان اتوقع الفهد يعني صح. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا سارة؟ تمام، كيفكم انتم؟ الحمد لله بخير. سارة تفضلي، عم نسمعك. ممكن اكلم امل؟ يلا هي امونة معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي. كيف رمضان معك؟ والله منيح، انت كيف معك؟ تمام الحمد لله. ممكن بس اطلب منك طلب صغير؟ ممكن توطي صوت التلفزيون تسمعينا من التليفون؟ اي ممكن. يلا معك ممكن اوجه التحية؟ اكيد تفضلي. أوجه تحية لصديقتي زهرة وقدوس وفطوم أختي وأمون وصديقتي ميسو وكل صديقاتي. أوجه أنا بحبك كثير وبقول لهم كثير كثير بحبكم. إن شاء الله يكون عم بسمعوك وتوصلهم التحية. عرفت اليوم حلقتنا عن إيش بتحكي؟ ممكن تعيدي؟ عرفت اليوم حلقتنا عن ايش بتحكي؟ عن الهوايات. طيب انت عندك هواية بتحبي تمارسيها كتير وخلتها عندك موهبة؟ عندي هواية الرسم. ما شاء الله، وانا كمان بحب الرسم كتير. ما شاء الله. طيب بتحبي تحكي لأميرة الشعر إشي دينا عادل؟ كيف؟ اليوم معنا أميرة الشعر دينا عادل، بتحبي تحكي لها إشي؟ إيه بدي أتكلم معها. يلا هاي دينا معها. هلا حبيبتي، السلام عليكم. ألو. وعليكم السلام. هلا كيفك حبيبتي؟ تمام، كيفك انتي؟ الحمد لله تمام، كل عام وانتي بخير يا رب. وانتي بخير. وينعاد علينا وعليك يا رب. سمعت انك بتحبي الرسم. ايه؟ سمعت انك بتحبي الرسم. ايه كثير بحبه.
وانا كمان بحب الرسم، بس بتعرفي انا بحب الرسم بس ما بعرف ارسم كثير، وبحب احكي لك انه الرسم معبر صراحه، لما اشوف كثير رسمات هيك بفرح وبحس انها عن جد بتعبر عن خاطر الانسان، فبشجعك على هاي الموهبه او الهوايه، وبتمنى تضلك ترسمي وهاي، واذا بدك كمان وصليني وبعتي لي رسمات خليني اشوفها. اكيد ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. تفضلي. ممكن اتكلم مع بشرى؟ يلا هي بشرى معك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله بخير. كيف رمضان معاكم؟ الحمد لله. ممكن تسجيل امل سؤال تقولي لها ليش سابت تطير الجنة؟ ليش سبت تطير الجنة؟ حبيبتي هاي أسباب خاصة ما بحب يعني أحكي فيها على الهوى، بس سبحان الله يعني كل واحد وإله نصيب بهالحياة. أكيد. شكرا كثير لاتصالك ونورتينا. نرجع لدينا. دينا، كنت بدي أسألك إنه مثلا أنت لما حد يعطيك الملاحظة بتتقبل، يعني لما تحس بتحبي هذا الإنسان أكثر لأنه بخاف على مصلحتك، ولا ممكن إنك تحقدي عليه لأنه أعطاك هالنصيحة؟ لا شوفي، أكيد بدك تحبيه لأنه بخاف على مصلحتك، كل إنسان لما يعطيك نصيحة بتفيدك يعني هو أكيد خايف عليك وبده مصلحتك، يعني أكيد بدك تحبيه إذا كنت عقلك حكيم وما بتفكري بأشياء تانية، عشان هيك أكيد بدك تتقبليها وتحبيه أكثر وأكثر. ما شاء الله. طيب دينا، لعله من الصعب انه تصبح الهوايه موهبه، ف يعني بدي بحب احكي لك انه يمكن اكيد في فرق بين الهوايه والموهبه. أكيد. لانه الموهبه شيء خارج عن اراده الانسان وبتظهر لدى الانسان غير اراديا، يعني مثلا بحب ينشد فاكيد رح يبين انه صوته حلو لا اراديا، هاي الموهبه. اما الهوايه شيء بيكون حبه الانسان ويمارسه، فانت شو رايك؟ هل في فرق بين الهواية والموهبة؟ أكيد في فرق، إنه الهواية إشي بيحبه الإنسان وبيمارسه لأنه أصلاً هو بيحبه، الموهبة شيء بالفطرة، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها بدون ما هو يعني فجأة بلاقي حاله إنه أنا عندي مثلاً صوت حلو الله أعطاني إياه، أما الموهبة الهواية شيء تاني إنه أنت بتحبي إشي وبتسوي، أكيد في فرق بيناتهم. أكيد. شاء الله. طيب. تاخذي أمل الاتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو، احنا معك، تفضلي. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. اكيد. متى تستضيفون سارة المنيع؟ ليش ما نستضيف سارة المنيع؟ ايه أكيد سارونة حتكون معنا اليوم على الخط وحنحكي معها اتصال، بس إن شاء الله إحنا يعني بنتأمل إنه سارونة تيجي الأردن وأكيد حتشرفنا ببرنامج حكي صبايا. أكيد. شكراً لاتصالك. كنت بدك تسألينا إشي؟ كنت بس بدي أسألكم كيف رمضان معاكم؟ الحمد لله. الحمد لله تمام، زي ما قلتي عطش الجوع، بس يعني لما يفطر الصائم بحس إنه خلص كل التعب راح. أوكي، أنت حضرتوا كليباتي كاملة؟ حضرت. طبعا. شو رأيك انو احلى كلب بناتهم؟ يمكن حسيت انه اللي عملتيه انتي والاخر اشي امي ولا صار الطبيعي؟ لا امي وصار الطبيعي، يعني كلياتهم حلوين، بس اخر تنين نزلتيهم يعني كتير حلوين، اللي هو امي لانه كتير اثر فيه صراحة، يوميتها يعني دمعت عيني لانه الكلام عن جد يعني مؤثر وكل شيء. اللي بعده لانه عن جد بحس انه هذا صار واقع اللي كنتوا تحكوا فيه. تسلمي حبيبتي، الله يكرمك يا رب. وانتي امي؟ انا امي. اول شيء كان احساسك فيها روعه، كلماتك كانت روعه ووصلتينا كل كلمه حكيتيها باحساس، وعن جد انا بس حضرت لك لب بكيت. طيب تسمعينا شوي منها؟ يلا. اكبر وانا عند امي صغيره، أشيب وأنا لديها طفلة،
هي الوحيدة التي نزفت من أجلي دمها ودموعها. نسيني الناس إلا أمي، عقني الكل إلا أمي. الله يا أمي، كم فاضت عيناك بالدموع حينما سافرت، وكم عفت المنام يوم غبت، وكم ودعت الرقاد يوم مرضت. حملتني بين الضلوع أيام آلامك، وضعتني مع آهاتك، ضممتني بقبلاتك وبسماتك. الله يا أمي، لا تنامين أبدا حتى يزور النوم جفني، ولا ترتاحين أبدا حتى يحل السرور علي. إذا ابتسمت ضحكت ولا تدرين ما السبب، وإذا تكدرت بكيت ولا تعلمين ما الخبر. تعذرينني قبل أن أخطئ، وتعفين عني قبل أن أتوب، وتسامحينني قبل أن أعتذر. من مدحني صدقته، ولو جعلني إمام الأنام وبدر التمام، ومن ذلني كذبته، ولو شهد له العدول. أبدا أنت الوحيدة المشغولة بأمري، وأنت الفريدة المهمومة بي. أنا قضيتك الكبرى وقصتك الجميلة وأمنيتك العذبة. تحسنين إلي وتعتذرين من التقصير. أمي، ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك، وأحمل في مهرجان الحياة ناليك. شكرا كثير لك، ما شاء الله. الله يخلي لك ياها. الله يسعدك يا رب. أحب أوجه لها تحية لماما نسرين الطيب، والله يخلي لي إياك يا رب. أكيد الله يخليها تاج فوق راسك. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا كادي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا كادي؟ منيح الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله بخير. كادي، اليوم موضوع حلقتنا بيحكي عن الموهبة، ونحن اليوم استضفنا دينا عادل لأنها بتتميز بموهبة الشعر. فهل أنت عندك هواية أو موهبة بتمارسيها وبتحبيها؟ ما في شيء معين. يعني مثلا بتحبي السباحة، كرة السلة، الرسم، النشيد، يعني شو الإشي اللي بتحسي حالك شيء بتتقنيه؟ السباحة يمكن. نعم؟ سباحة. كتير حلو، لأنه كل الناس أكيد عندهم مواهب. ممكن أحكي مع دينا؟ يلا هاي تفضلي. السلام عليك. السلام عليكم، كيفك كادي؟ الحمد لله، كيفك أنتي؟ الحمد لله تمام، كل عام وأنتي بخير. وأنتي بخير يا بابا، أنا أحبك كتير. وأنا كمان أحبك. تسلمي حبيبتي. أحكي لي، حكت موهبتها السباحة؟ ياي أنا كتير بحب السباحة، بس بتعرفي ما عمري سبحت. خافي من المي؟ ممكن احكي مع امل؟ هاي اموله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك اموله؟ الحمد لله تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. امل انا كثير بحبك. تسلمي كادي، حبتك العافيه. ممكن طلب؟ تفضلي. ممكن توصلي سلامي لسجا؟ من عيوني يوصل سلامك لسجا. سلام، يلا يخليك يا رب. شكرا لاتصالك. بتحبي تحكي اشي؟ شكرا لاتصالك. دينا وامل، حابه اسالكم، طبعا بلا شك انتم صاحب يعني ذو موهبات ما شاء الله، انت الشعر وانت الانشاد، يعني هل انتم لقيتوا حدا، لو ما لقيتوا حدا ينمي مواهبكم، شو بتتوقعوا النتائج؟ اكيد رح تكون نتائج سلبيه، لانه ما رح نتيجة إنه ما حدا يهتم بموهبتك ما رح أصلاً تظهريها. يعني أكيد أصلاً اكتشافها، إذا أنت اكتشفتيها أو حدا غيرك، المفروض أكيد أهم إشي إنك تنميها. اكتشفتيها بعدين لازم تنميها. أهم إشي أول إشي، خلاص اكتشفتيها لازم تنميها. فعدم وجود حدا ينمي لك إياها، وهذا الشيء أكيد سلبي، لأنها مش رح تظهر للناس ومش رح توصلي هدفك. أكيد. طيب دندن، شو رأيك تاخدي اسمها دارين من السعودية؟ السلام عليكم. عليكم. هلا وعليكم السلام، كيفك دارين؟ الحمد لله تمام. أنا اسمي لارين. لارين. أسفين على الخطأ هذا يا لارين. كل عام وأنت بخير لارين. وأنت بخير، كيفك دينا؟
الحمد لله تمام، طمنيني عنك. أنا تمام الحمد لله، وحبيت اليوم أمسي عليك أقول لك كل عام بخير. وأنت بألف خير، تسلمي حبيبتي. دينا أنا من المتابعين والمعجبين فيك من البداية، من بدايتك. الله يسعدك يا رب، تسلمي. من وقت ما كنت تطلعي على الإذاعة. يا الله. يلا منيح إن عرفناك، تواصلي معي على صفحة الفيسبوك. من زمان وكثير بحيي أهلك وكثير مبسوطة عليهم إنهم داعمينك. تسلم يا رب، الله يسعدك حبيبتي. وكثير مبسوطة على كليباتك لأنه كلها قيم ما شاء الله، وكلها يعني مبادئ، وكثير بحب إنه الأطفال إنهم يتربوا على هيك أشياء. الله يخليكي يا رب، تسلمي حبيبتي. كليبك الأخير كثير عجبني عن أمي، أنا أم وعندي طفلة. الله يخلي لك إياها يا رب، كمان تكبر وتكون مثلك هيك مبدعة إن شاء الله يا رب. تسلمي حبيبتي، الله يسعدك، يعطيك العافية. الله يعافيكي، هلا فيكي حبيبتي، مع السلامة. هلا هلا. أكيد بشري سألتيني إنه إذا ما لقيت حدا يهتم بموهبتي رح تنعكس علي نتائج سلبية، وأكيد مش بس عني، عن أي شخص موهوب. أكيد. وما حد يهتم بموهبته، خصوصا لما الواحد يعني لما يكون طفل وعنده موهبة كتير حلوة، لازم كل الآباء والأمهات إنهم يكتشفوهم ويحاولوا قد ما يقدروا إنهم يعطوهم دافع لقدام، وإنهم عشان ما ينعكس عليهم عليهم سلبيات. بس عن جد الحمد لله إنه لقيت اللي يكتشف موهبتي، والحمد لله. أكيد. طيب أنا أمل في شغلة معاي إلك، ثواني. هاي العلبة بدنا تحكي لنا شو قصتها. كيف جبتيها؟ جبتها، شو بدك كيف جبتها؟ يلا احكي لنا شو قصتها. طيب بعد ما ناخذ دانا تاخذيها انت وكيف اكمل معك. يلا. السلام عليكم يا دانا. طيبة. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ طيب الحمد لله، اخباركم؟ تمام الحمد لله، كل عام وانت بخير. شهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب، الله يتقبل منك الطاعات. طيبة. انت بخير. دانا شو عندك انت هواية بتحب تمارسيها؟ عايزة اختي تشارك؟ اكيد. الرسم. الرسم. وانا كمان بحب الرسم. عندي مشاركة. تفضلي. طيب عايزة اشارك؟ تفضلي. انشودة. تفضلي. انشودة. عم نسمعك. انشودة. طيب تفضلي قدمي انشودة، احنا عم نسمعك. ان الاماني وسط فكرينا، راح الاتصال مع دانا. أمل بدنا تشرحي لنا، تفضلي البوكس واشرحي لنا شو فيها. هذا الايباد. هذا البوكس، وانا صغيره الحمد لله يعني ضل معي لبين ما كبرت، وحتى لو كنا نتنقل من بيت لبيت خلص كان يعني اشي اساسي انه يروح معي. هو شويه شغلات طبعا. خلينا شو فيها. هو فيها هلا بفرجيكم، بس بدنا عمو تبع الكاميرا يا ملزوم. هلا هون في خيوط عشان احنا نعمل الاساور، يعني خيوط. بس انا رح افرجيكم شغلات عملتها. في هاي. كثير حلوه. بس هي صعبه شوي. مبين عليها. اكتب عليها بسم الله. يلا بما انه هيك انا يمكن في يوم من الايام اجي افصل عندك اسواره او. تفضلي. اكيد. طيب جينا شغلات كمان. يا الله زمان ما فتحت التيرفي. والله هاي انا كثير بحبها. هاي انت سويتيها؟ اه.
طبعا التعليم 100 مرة. خلاص حاضر عمو علي. هذا يمكن كان من اوائل الشغلات اللي عملتها. شوي لقيت ناخذهم اليوم. ايه بدنا ناخذهم اليوم. ما اسمع ما فهمت. بدنا ناخذهم اليوم. اه طبعا على حسابك. هذا اول استنى لا هي اول اشي عملته. يلا هاي هواية كمان. ايون وفي هذا لا هذا كان كتير مساعد يعني شغلاتي. في هذا هذا صعب جدا يعني. طبعا بذكر خالتي سهير لانها كتير بتحب هاي الشغلات وإلها يعني بال عليه يعني إلها مراء علينا انها تساعدنا في هاي الشغلات. خلاص هي اعطتكم نموذج وعن جد يعني بشرة ودينا ذكرتوني يعني بإشي من زمان ما فتحته يعني يمكن شهرين أو 3 شهور. طيب بشرة بما إنك تحكي معنا المفاجآت يلا شو خبيت لها. أبصر هو إشي يعني كتير حتستغل شوي. هاي الشغلة أنا بدي أفرجيكم إياها بس يا ريت عمو يعمل كمان زوم. هاي خلطة كيك. فبدنا نسألك شو رأيك يعني لما شفتيها وإيش تذكرتي وإيش قصتك معها؟ طبعاً أنا بحب كتير أعمل حلويات يعني بعرفش أطبخ بس بعرف أعمل حلويات كتير. فيعني أنا هديك المرة يعني هديك المرة إجى عبالي إني بدي أعمل كب كيك. فأنا بعرفش يعني إيش بنحط بطريقة الكب كيك وهيك. فقررت إنه أشتري خليط الكيك الجاهز وأنا أزيد الأشياء اللي بتحتاجهم. رح أكمل لك موضوعها بس ناخذ الاتصال. السلام عليكم معنا دارين من السعودية. السلام عليكم. كيفك يا دارين؟ الحمد لله. دارين نحن اليوم موضوعنا عن المواهب. فحب أسألك إيش أساس تنمية الموهبة؟ إيش أساس تنمية الموهبة؟ أنا ماني فاهمة السؤال صراحة. طيب بشرة بتسألك إنه أنت إيش أكتر إشي بتحبي إنه إيش هي الموهبة اللي بتنبنى عليها؟ يعني مثلا إنه أهلك يعطوكي دافع هي أساس الموهبة مثلا عند ديما دينا. فأنت مين كان يعني إيش هي أساس موهبتك؟ موهبتي أنا؟ إيش عندك موهبة طيب؟ أنا طبعا موهبتي الإنشاد وأنا طبعاً أكثر وحدة بالمدرسة. طبعاً المدرسات يختاروني إذا كان عندنا حفل أو برنامج عشان أنشدهم يعني. ما شاء الله. طيب مين أكثر إنسان يعني بيعطيك دافع لهالموهبة؟ يعني يساعدني عشان أنمي الموهبة. أيوان طبعاً أهلي أول شيء. أختين مدرستي اللي هي دائماً تدعمني بالحفلات والمهرجانات اللي تصير بالمدرسة. وطبعا يعني لهم الشكر خاص يعني ما شاء الله. طيب بتسمعيني اشي؟ يعني انا يعني من كراميش ولا من برا كراميش؟ من كراميش. تفضلي عم نسمعك. ألو ألو
دارين؟ طيب ايش تنصحوني ايش انشد يعني؟ اي شيء انت بتحبي تنشديه من كرميش او شيء انت كاتبيته. شو بدها تخطر على بالك هلا انت بتحبيها من قناة كرميش؟ انشديها. أمي حياتي وجنتي، أنت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل. أمي حياتي وجنتي، أنت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل. أمي كلي فداك، أمي انتي ملاك، أمي يا دمعة أحرقت العيون، أمي علي ما تهون، لكن إذا حل المنون ما يوقفه قال وقيل. أمي كلي فداك، أمي انتي ملاك، أمي. شكرا كثير لك الله يخليك مامتك. أمل تفضلي. بدي أقول لك إشي. تفضلي. أنتي مرة لابع عليك الأحمر. تسلمي هذا من ذائك. طبعاً حنا كلنا أمهاتنا ملاك طبعاً يعني. أكيد. تسلمي هذا من ذائك حبيبتي. إن شاء الله يا رب الله يخلي لك مامتك. أستأذنكم أنا الحين. شكراً لاتصالك. أكيد بشرة أنتي طلعتي تسلمي يا ماما. أخذتي العلبة صح؟ أكمل لك شو؟ فأنا فتت على المطبخ إني يعني حابة اليوم أعمل كب كيك، فطلبت من بابا إنه جيب لي كذا وكذا وكذا ومن هالشغلات يعني. فبدأت أعمل، فقرأت إنه نحط 3 بيضات وكاسة حليب وثلاث أرباع زيت. فأنا مش عارفة شو زيت، رحت حطيت زيت زيتون يعني عادي. هو المفروض زيت قلي؟ المفروض زيت قلي. بعد ما هذا ماما بتقول لي ايش الزيت اللي حطيتيه، بقول لها ماما زيت زيتون، بتقول لي لا مو زيت تحط زيت زيتون، لازم تحط زيت قلي. فانه يمكن طلعت خربانه، فعم بدوق فيها يعني ولانها ظابطه. فكان بنفس اليوم عندها حلقه فعجبت وطعمت الكادر عم علي وعم محمد والكل، وهي عم مجدي عم بحكي انه هيك يعني زاكيه. يعني كانت اول تجربه لي وكانت اكيد حلوه. ان شاء الله بتصير يعني يصير عندك هيك مطبخ وهيك. طبعا انت طلعتي سلمتي على ماما على اساس انه انا بدي اسلم مع امك واشرب مي. بس انت كنتي بتجهز حالك بالغرفه وامك صارت تقولي تعالي هي كيف شغله، قلت لها شو، صارت تقولي بتاخدي هاي وبتفاجئ امل فيها، قلت لها طب شو هاي، بتقولي هاي فيها اكسسوار مني وصغيره، قلت لها اوكي. طبعا هي يعني ابداعات بسيطه وهوايات بسيطه، بس اكيد اذا الواحد نماها ما يتقاعس ويكسل انه يجرب، بالعكس انه التجربه هي دائما يا بتدل على نجاح الانسان. اكيد. افرجيكم. وامل كمان بتحب الرسم، بدها تورجينا رسمات من الاشي اللي هي رسمته. طبعا صراحه يعني بعضه نقل وبعضه طباعه. بس التلوين بس المهم انك يعني جربتي. حاولت. طيب دندن خذي لنا من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام، كيف حالك رنا؟ طيب الحمد لله. كل عام وانت بخير يا رب. وانت بخير يا عسل. تسلم حبيبتي الله يكرمك. كنا شو موهبتك؟ طيب الحمد لله. داو يا رب. يلا احكي لي شو موهبتك؟ حلو. خلص ان شاء الله. انا تشوفي بحب الرسم كتير بس ما بعرفش ارسم، فانا هيك من صوتك مبين عليك كيف تعرفي ترسمي. رنا؟ نعم. حضرتي كليباتي؟ نعم.
حضرتي كل كليباتي؟ لا. طيب احكي لي ايش حضرتي من كليباتي؟ لا والله. طيب احكي لي كيف رمضان معاكي، بتصومي؟ نعم. لنا؟ انا بصوم رمضان كله. ما شاء الله عليكي. طيب مين اكثر، بتشعري بجوع ولا بعطش؟ طبعا بجوع. وبتعطشي بجوع بس حلوين صح؟ ايه. ما شاء الله عليكي. طيب رنا انت قديش عمرك؟ نعم. قديش عمرك؟ 12 سنة. قديه؟ ان شاء الله 12 سنة. ان شاء الله العمر كله يا رب. ان شاء الله العمر كله. طيب انت عندك موهبة او شغلة انت يعني بتحبي دايما تمارسيها؟ نعم. عندك موهبة بتحبي تمارسيها وتنميها؟ نعم عندي رسم. رسم حلو كتير. ومين بيساعدك بالرسم؟ انا. ما حدش بيساعدك؟ بتقول انا. حلو كتير يكون عندك دافع وإرادة حتى يعني اكيد يعني من دون مساعدة حدا، فهذا اشي كتير حلو يعني وايجابي اكيد. شكرا كتير لك وخلينا نشوف رسمات امورة. طبعا بدي اياكم كلكم، عمو مجدي وعمو عمو حمد وعمو علي، يعني كلياتكم. اوكي. طبعا زي ما حكينا انه بعضهم بعد نشوف. لا احنا راينا بالتلوين بناتي. اوكي. طبعا قبل ما افرجيكم بشكر بنت خالي آية العتال، لانه ما شاء الله يعني هي اللي بتعلمنا، يعني هي بدون طبع وبدون نقل وبدون اي شيء بتلاقيها فنانه يعني. طيب تورجينا رسماتك. وهي بنسميها مبدعه العائله يعني. انا اختي نوره بتعرف ترسم كثير، بدي لها تحية. هذا اظن انه شو ديناصور ماسك ورده. حلو. لا حلو، وجهه اصفر وجسمه اخضر. لا على فكره انا بحب هاي الالوان. طبعا في هون شويه ماشي فرجيكم كمان واحدة. الله لما الواحد يطبع هيك يشوف حاله فنان كثير حلو. بس فيزيكم حاضر عمو. لا اخيان هذا صوص، هذا اول واحد لونه عن جد يعني. هذا صوص من الاخر فظيع. هاي كمان لونها كثير حلوة. شو اسمها هاي؟ ام علي ولا صح؟ ام علي. يلا يلا. في حصان لونه سكني صح؟ في. طبعا الفراشات اكيد مش امل رسمهم اكيد، بس يعني الحصان فظيع. بس بتحطوا الورق. ايه بتحطوا الورق هيك بتعملوه. بعلمكم بعد الحلقة. اهم اشي على فكرة اذا لونتي ممكن انك تعطيه جمال اكثر يعني. اكيد. بس ضل اخر صورة. شوي هي قدام. هي تعلمناها بالمدرسة بشرى اذا بتتذكري. مسابير. مسابير ايوا الحصان. يا سلام بسطل فظيع عن جد. هيك انا بحب هذا الاشي كثير، تغلبت معاه يعني حصتين. حصتين بس طلع بالاخير اشي حلو يعني. الحمد لله. طبعا هاي الوحيدة اللي ما استخدمت فيها بعض المساعدات الخارجية. بس حسيتها اشي حلو. الالوان فيها حلو. خلصوا. طبعا في دفتر محاولات، هذاك الدفتر لو جبته. الحمد لله. شو رايكم؟ صح نقل بس يعني عن جد. هم يعني في بعضهم نقل بس بعض يعني مثلا الحصان ديله كتير صعب، فيعني انه هذا طبع. في شغلات لا سهل انك ترسميها يعني عيون الحصان وهيك شغلات سهل. بس طبعا برجع بشكر آية العتال اللي بتساعدني. طيب معانا اميرة شاشتنا سارة المنيع. السلام عليكم سارة.
وعليكم السلام حبيبتي أمولة، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. بس بشرى اللي بتحكي معك. مساء الخير سارة. كيفك يا أمولة؟ بشرى أنت ولا أمولة؟ أنا بشرى. بس قبل شوي بشرى. حابة أسأل عليك الكشك، شو أخبارك يا بشورة وأمولة؟ الحمد لله مشتاقين لك. تمام الحمد لله. هلا فيك يا حبيبتي. كل عام وانتم بألف خير، ويا رب نعاد عليكم الشهر بصحة والعافية. تسلمي يا رب. ان شاء الله تكوني من العايدين بصحة وسلامة. سارة، أول شيء بحب أحكي لك كل عام وأنت بخير، ونحن اشتقنا لك يعني من آخر مرة نزلتي فيها على الأردن، ومتى بدك تنزلي كمان مرة عشان نروح ناكل بيتزا أنا وياكي؟ والله حبيبتي أمي اشتقت لكم كلكم، يعني كل يوم كراميش ووالد وأستاذي وسمع وايد، ومتشوقة لرؤيتكم طبعا. وإحنا أكثر. سارة حبيبتي احنا عن جد اشتقنا لك، ويا رب نلتقي على خير، وما ننسى السهرة الحلوة اللي كان وقتها قصير بس انبسطنا معك حبيبتي. والله الله انا كمان اشتقت لكم كثير. تسلمي. اليوم حلقتنا بتحكي عن المواهب والهوايات، فبدنا نسألك سؤال، مين اللي اكتشف موهبتك؟ موهبتي اول شيء ماما وبابا. اها اي اول شيء ماما وبابا اللي كشف موهبتي وشجعوني على الموهبه هذه، وانا يعني اقتنعت بالموهبه وحاولت اطور من نفسي واطور عني كثير، والحمد لله وصلت بنتيجه اللي هو موهبتي هو الانشاد، وصلت بنتيجه وصلت منشده والحمد لله. فضل الله ثم ماما وبابا. الحمد لله. الله يخلي لك اياهم. طيب سارة، شو مواهبك الثانية غير انك بتنشدي؟ ايه؟ شو عندك مواهب ثانية غير انك بتنشدي؟ المواهب الثانية يعني هي قصدك الهوايات اللي السباحة مثل ما تشوفوني بالصور اللي هي يوم اسبح في المسبح، الرسم، الكتابة، والحمد لله رب العالمين على كل شيء. الحمد لله. طيب سارة، كلمة جميلة بتحب توجهها لجمهورك من أصحاب المواهب والهوايات؟ حابة أنصحهم أول شيء إنه حابة يطوروا من نفسهم عن طريق الإنترنت، عن طريق الكتب والقصص والقراءة والمجلات، وينمونها ويطورونها للأحسن. وحابة كمان أشكر جمهوري وكل متابعيني في الإنستغرام، وأستاذي أول شيء أستاذي ووالد أستاذ وسيم عواد، وأهني بالشهر الفضيل، وأقول لك العام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، وكل نجوم كراميش ونجمات كراميش والعاملين في قناة كراميش إن شاء الله يكونون بألف صحة وسلامة. وكمان حابة أهنى مشرفات صفحتي على جهودهم ودعمهم لي، وكل عام وجمهور الغالي وكل عام وأنتم بألف خير. تسلمي سارة وانتي بألف ألف خير، ونورتينا ببرنامج حكي صبايا، وان شاء الله اكيد كل اللي وجهتي لهم تحية سمعوكي، ونشكرك كثير على مداخلتك الحلوة، واهلا وسهلا فيكي دايما يا سارة. اعزائنا المشاهدين، فاصل صغير وراجعين لكم. فوانيس الحارة بتنور وهلال المغفرة مرسوم، والغني عالمسكين يدور يفرح في الصدقة المهموم. شهر الصوم لما مسح حراتي نادي
حراتي والزينة على باب الحارة بصندوق بيروي الحكواتي قصة جديدة بكل زيارة ربي عيدك لنا ونصوم نفرح كلنا بنت وولد وهلال المغفرة مرسوم والغنى عالمسكين يدور أعزائنا المشاهدين وبدنا نطلب من دينا تسحب كمان ورقة. أوكي. كمان دي بيت الشعر التالية. أكملي بيت بعلي صوتك. أكملي بيت الشعر التالية. ألا ليت الشباب يعود يوما. أسداً. ألا ليت الشباب يعود يوما والله ناسيته. بس بعرفه كتير قرأته. طيب فكري لها بما ناخذ حفصة. من عمان السلام عليكم السلام عليكم يا حفصة عليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله شو أخبارك؟ الحمد لله أنت كيفك؟ تمام الحمد لله كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير كيف أجواء رمضان عندكم بعمان؟ كثير حلو طيب عرفتي اليوم حلقتنا عن ايش بتحكي؟ عن المواهب اها ايش في عندك مواهب او هواية بتحب تمارسيهم؟ ايوة عندي موهبة اسأليني ما تنسيت تسأليني موهبة ايش؟ الانتاج طيب بتحب تسمعينا اشي؟ ايوة تفضلي بس ممكن يا حفصة ترفعي صوتك شوي زين يلا شكراً كثير لك يا حفصة على المداخلة الحلوة وعلى فكرة الأنشودة أنا بحبها يعني كثير صوتك كثير حلو
أنا كمان كتير بحبها وما شاء الله صوتها فيها رائع. كمان صوت أمولة دائما أنا صراحة كتير بحضر لكم كليبات وما شاء الله صوتكم رائع. وكمان قبل الفاصل حكت معانا سارة وما لحقت أحكي لها إشي. أنا صراحة هيك لما أشوف سارة هيك بتجيني ابتسامة على السريع، يعني وجهها هيك خير علي، بحبها كتير ما شاء الله عليها بتجنن هيك. هاي البنت كتير بحبها، وحضرت لها كليب رمضان على كراميش ما شاء الله عليها كانت بتجنن. الله يحفظها يا رب. وأنا كمان الصوت كان مو كتير واضح، فبحكي لها سارونا نورتينا باتصالك، رمضان كريم علينا وعليك، ورمضان جانا زيارة كان كليب يعني كتير جميل بكل إشي بتفاصيله يعني بأدق التفاصيل. وبحب أعيد كمان على عمو حمد وعلى خالته، وبحكي لهم إن شاء الله يا رب تكونوا من العايدين. طيب دينا حب أحكي لك، بما أنه إحنا بشهر رمضان المبارك وإنت اليوم على الهواء، إيش بتحب توجهي رسالة لأهلك أو تحية لأهلك؟ والله حابة أوجه تحية لستي، هسه هي بفلسطين زيارة عند عمي وليد أبو رزق، بحب أوجه لها تحية وأحكي لها إحنا كتير اشتقنا لك وإن شاء الله ترجعي لنا بالسلامة. وبحب أوجه تحية لعمي باسم في السعودية في الرياض، وعمي علي في دبي، واللي إجا مبارحة عمان وأخذنا طشة وهيك، وأحكي له كتير استمتعت معك والله يخلينا إياك يا رب، وكل عمامي وإخوالي وماما نسرين الطيب وبابا عادل أبو رزق إن شاء الله. إحنا جينا تحية كتير كبيرة. إيش السؤال طلع؟ آخر وحدة؟ تبع اكملي البيت يا اعضاء اكملي البيت. انا ليش طيب فكري فيها بس على فكره الاتصال. انتي جاوبتي السلام عليكم. انا حكيت الشطر الاول بس كملته هو علي. طيب السلام عليكم. ما حكيته. السلام عليكم. بعد ليت الشباب ايش في يا ودي يوم جاوبتي ما انا بحكي. السلام عليكم يا نورة. عليكم السلام. كيفك يا نورة؟ تمام الحمد لله. كيفكم انتم؟ الحمد لله بخير. ممكن اكلم دنيا؟ بدك تحكي مع دينا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك نورة؟ الحمد لله تمام. كيفك انت؟ الحمد لله تمام. طمنيني عنك. شوف طمنيني عنك. الحمد لله تمام. كيف دوم يا رب. كيف رمضان معكم؟ والله رمضان بجنن بجنن. انت كيف رمضان معك؟ الحمد لله حلو. شو بتعطشي؟ اكيد بتعطشي. وبتجوعي نورة؟ هلا. طيب احكي لي شو موهبتك؟ ما اسمع موهبتك. احكي لي شو هي، يعني بترسمي، بتحب السباحة؟ موهبتي لا انشد. طب سمعينا نورة. هلا. سمعينا من كراميش هيك اغنية حلوة. نورة تفضلي عم نسمعك. ممكن نوجه تحية؟ اوكي تفضلي. وجه تحية نورة. يلا وجه تحية. تفضلي نورة سامعينك. وجه تحية لقصة فاتي وجود وبنت عمي. أكيد يكونوا مرة مع السلامة. تسلم. نعم ما سمعناكي نورة. حكت مع السلامة. أهلا وسهلا فيك. مع السلامة. طيب نكمل مع دينا. تسحب لنا كمان ورقة. هو الجواب أنت كملتي هي يعود يوما، بس هو أليت الشباب يعود يوما فاخبره ما فعل بي المشيب. طيب نقرأ السؤال بصوت عالي. أوكي. ما هي عاصمة المغرب؟ مراكش. على فكرة احنا سألنا هذا السؤال صح بشرف؟ شكرا لأنه كان برضو في ورق هون على الطاولة قبل ما يجينا فيمكن تخربطوا مع بعض. مو مشكلة، المهم إنها عرفتها يعني ما شاء الله. صح؟ معلوماتها كويسة. أنا عندي دفتر هيك عليه العواصم. مبارح قرأته هيك
قراءة سريعة. طيب على فكرة شوي دينا عمو علي، ممكن بس تمدونا شوي بالمعلومات؟ عاصمة المغرب شو؟ مو مراكش. مو مراكش. رباط. رباط. يلا رباط ممكن يعني. مش أكيد. احنا بدنا اشي أكيد. هون عمو بيحكي الدار البيضاء ودينا بتحكي مراكش. عمو دويكات بيحكي لي صح. رباط. رباط. خلاص عمو الجوجل بقول لك صح رباط. خلاص حسبوا لي اياها صح. انا طبعا صح. والله طيب. كنا بنحب المغرب ان شاء الله هيك بنروح عليها. ان شاء الله اكيد. طيب اعطينا موهبة بعيدة عن الشعر، يعني مثلا رسم هيك اشي. هي ما بعرف اذا هي موهبة. هي موهبة. يلا. انا كتير بحب اقلد. عن جد؟ قلدي لنا حدا بتعرفي. يعني زمان كتير لما كنا محبوبة مثلا نطلع هيك رحلة او شيء اقعد اقلدهم كلهم، فكان عن جد هي موهبة هيك مسلية. طب مستعدة تقلدي حالك؟ يعني انتي مثلا؟ حالي. مين اقلد لكم؟ اي حدا بدك اياه. تذكري بالفاصل مين قلدتي؟ يلا ماشي. طيب ناخذ اتصال. اوكي يلا ناخذ اتصال. خذي دندن. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا مريم من عمان. هلا حبيبتي مريم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. دوم يا رب، كل عام وانت بخير. انت بخير. ابنانك ويش؟ كيف رمضان معك؟ الحمد لله. بتصومي؟ انت من اهله. ايوه بصوم. ما شاء الله عليكي. بتعطشي ولا بتجوعي؟ لا ما بجوع. طيب شو موهبتك؟ ما عندي موهبة. ما عندك موهبة؟ الحين بيتكلمنا يوم بشرة. طب يلا هاي بشرة معك. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. لا ما معي. الرسم. موهبتها الرسم. الرسم. ياي أنا كتير بحب الرسم. لدى تعب بشرة. يلا استمري في هاي الموهبة الحلوة. طيب. يلا هاي البشرة معك. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. فين أريد أكلم بشرة؟ يلا أنا بشرة. أنا بشرة معاكي. ألو. أيوة أريد أكلم بشرة. أنا بشرة معاكي. أيوة أنا أحبك. تسلمي حبيبتي وأنا أكثر. قديش عمرك؟ أنا 11 سنة. 11 سنة العمر كله حبيبتي. طب حافظة شيء من كرميش؟ لا ما حافظة. مو حافظة. طيب شكرا كثير لك على مداخلتك الحلوة حبيبتي، وأهلا وسهلا فيكي. اوكي انا مين قلت في الفاصل؟ اوكي في كليب لأمهورة تحلى الدنيا. هي وعمو احمد عسان، نحب نوجه له تحيه اكيد. فنبلش نقلدها. اول اشي بدخل عمو احمد عسان. عادي خلص احنا ما نطلع دينا عشان ما تضحك. خلص والله ما نضحك. يلا مولا. يا الله يا بنتي قومي ما تبكيش، عارف ان انت كده ما بترضيش، ولا مرة وقعتي وما قمتيش، ايدي بايدك والدنيا تشوف. بابا حبيبي كلامك في البال، عارفان ابويا سند للحال، وحماية ربي وهمي زعل، ما بتقواش على ايماني ظروف. جاب حالك لعمر 9 سنين. شو كانت صغيرة؟ كان عمري 8 سنين. شوي يعني جنن كمان. تستمعي هاي الأصل المرة والطفولة اللي كنت فيها. هذا الكليب كم مرة عدته؟ المشكلة يعني الحمد لله هذا الكليب دينا وين ما أروح، يعني وين ما شفناه عن جد الكل بيحبه والكل بيعرفه.
عن جد هذا كليب روعة. كلهم هيك بتلاقيهم مركزين على تحلى الدنيا تحلى الدنيا. حتى عمو أحمد مثلا إذا طلع حفلات لحاله يعني بيطلبوا منه تحلى الدنيا. أبصر شو عمو أحمد دعسان يسوي. لا أكيد عمو أحمد دعسان بتقبل اللي هيك، وأكيد هو عارف إنه أنت يعني قصدك مرح وهيك صح؟ أكيد. السلام عليكم، معنا رغد من السعودية. السلام عليكم، كيفك يا رغد؟ حبيبتي غودة أنا كثير أحبك. تسلمي. هذا من ذائك رغودة. الحمد لله بخير، إيش أخباركم مع رمضان؟ تمام الحمد لله. أنا كثير أحبكم. حبك العافية. أنا أحبك أمولة وأحب ترمني وكلكم وكل الفنانين كراميز أحبهم مرة. تسلمي هذا من ذائك. ممكن أشكر ناس؟ تفضلي. حابة أشكر صديقاتي شهد وريما وريناد، وحابة أشكركم على البرنامج الحلو هذا. تسلمي حبيبتي. تسلمي أنت الحلوة. أنا عندي موهبة. أها تفضلي. أنا عندي موهبة الغناء والتمثيل. ما شاء الله. طيب حافظة إيش من أنشيد كراميش؟ لا ما حافظة. أنا حافظة أغنية حبها في القلب دايم. طيب ممكن تنسدي لنا إياها؟ سمعكم إياها؟ يلا. طيب إن شاء الله، بس إن شاء الله يكون صوتي حلو. لا أكيد طبعا. طيب لحظة. حبها في القلب دايم وأنا غايب عنها، أمي يا أغلى القرايب والحبايب دونها، حبها في القلب دايب وأنا غايب عنها، أمي يا أغلى القرايب والحبايب دونها. بس محبط كثير. يعني مو واحد كثير. لا بالعكس بالنسبة. أنا أكثر شيء التمثيل. طيب أكيد يعني يا ريتك معنا هون عشان تمثلي لنا، بس تحكيكي شو صغير. بالعكس يعني بالنسبة لعمرك وأنتي مبين عليكي سنفورة صغيرة كثير، يعني صوتك حلو، وأكيد إن شاء الله كل ما كبرتي صوتك بحلو. أكيد. إيه لأنه أنا من يوم ما كنت صغيرة كنت أحب الغنى كثير. ما شاء الله عليك. وأحب التمثيل وأحبكم كثير ومصدق إنه. تسلمي. وإحنا كمان بنحبك كثير. وإحنا كمان حبيناك كثير. أشكر كمان صديقتي سارة منيع. نعم توجهي تحية لسارة؟ لا صديقتها سارة مني. أكيد هلا أنا سارة. كثير أحبها كمان، كثير أحبها وأحبكم كلكم. تسلمي. وأكيد سارونا هلا بتشوفك وحبتك كمان. أقول أني أموت عليا وإن شاء الله بقولها بالإنستغرام أني أنا اللي قلتها كذا. إن شاء الله. يلا حبايبي مع السلامة، تشرفت بمكالمتكم. وإحنا كمان تشرفنا بمعرفتك. عسولة. مريحة. أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله نتمنى أكيد كل يوم تنورينا بطفولتك حبيبتي. أهلا وسهلا. طبعا بشرة ودينا ما في طفل أو طفلة ما بتلاقي عندهم المميز اللي الموهبة اللي بتميزهم عن الأطفال الآخرين، بس إحنا عن جد وأسرهم بتحب إنها يعني تظهر هاي الموهبة للكل، بس في ناس يعني في ناس ما بتنمي هالمواهب أو إنها تهملها. واحنا طبعا من ناحيه كل المؤسسات الرسميه انها تسعى في تنميه المواهب في كل الدول العربيه. اكيد. طيب تسحب يدينا كمان ورقه. يلا. طيب قبل السؤال ناخذ بشاير من السعوديه. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. كيفك يا بشاير؟ الحمد لله. انتم كيفكم؟ الحمد لله بخير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. الحمد لله. انقطع الاتصال. واهلا وسهلا فيك. طيب نكمل مع دينا. سمعنا صوتك وانبسطنا. اوكي. ما الصلاة التي ليست في التي ليس فيها ركوع ولا سجود؟ يا الله شو سهلة. ايش يعني احنا انه اذا صلينا 10 مرات طب فكري. اوكي طب غششيني شوي. هم دويكات اليوم بصربانه. طب اليوم غايب. لا مو غايب. بس ابصر يمكن لا هو موجود بس يمكن تعبان ولا سجود.
هذا انه اذا ما اذا يعني طيب الرسول حكى انه رح نكمل معاكم امولا فكروا بس ناخذ الاتصال. السلام عليكم. والله وضحت لك يا هدندن. انا مش فاهم عليكي ايش حكيتي. الرسول حكى السلام عليكم بس ناخذ الاتصال. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا اروى؟ الحمد لله تمام. اروى علي صوتك. الحمد لله تمام. كيفك انتي؟ نعم كيفك انتي؟ الحمد لله بخير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. انتي هوايتك الانشاد وانا هوايتي قراءة القرآن بصوت مميز. صوتك واطي مش عم نسمعك. أنا أريد أقرأ لكم القرآن وأنتم قيموني. بدها تقرأ لنا قرآن. تفضلي. يلا تفضلي عم نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله طيب الله هذه الأنفاس ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شكرا كثير لك ما شاء الله عن جد مبدعة. إيه عمو أحمد هون بحكي عمو دوكات بحكي عمو مجدي. لا عمو مجدي جواب صح. أنا تخربطت. هو عمو مجدي جواب صح. أنا لخبطت. طب إيش صلاة الجنازة. إنها سبع تكبيرات. سبع تكبيرات صلاة الجنازة. صح؟ أربعة. أربعة. أربع تكبيرات. أربعة. عمو أحمد بيحكي سبعة. عمو مجدي بيحكي أربعة. أربعة. دائماً أنت التنين جوابكم. دائماً هم التنين جوابهم مختلفين عن بعض. طيب ضل تسحبي كمان. في كمان تسحبة. ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن؟ الفاتحة؟ لا الفاتحة لا. استني. طيب اتصال يلا فكري فيها عبين ما ناخذ الاتصال. السلام عليكم. الو كيفك يا سدين؟ الحمد لله. كيفك انتي؟ الحمد لله. بشرى تفضلي. ذكرتيني. انا متخربطة عند الاصوات. ذكريني فيكي. انا اتصلت يوم الخميس. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله منيحة. انت كيفك؟ الحمد لله بخير. كيف رمضان معك؟ الحمد لله كل عام وانت بخير. وانت بألف ألف خير. ممكن أمل؟ يلا هي أموري معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله تمام. وانت كيفك؟ الحمد لله كل عام وانت بخير. وانت بخير يا حلوة. تسلمي هذا من ذوقك. انت أمل أنا بحبك كثير. تسلمي يا سديم وأنا كمان بحبك. شكرا وبحب الصورة كثير. تسلمي يا رب وأنا أكتر. نورت الشاشة. تسلمي من رب وجودك. وبحب دينا. تسلمي حبيبتي وأنا بعد أحبك. يلا مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. طبعا كل واحد بحكي شيء بس الجواب الصح هو أربع تكبيرات. أربع تكبيرات. طيب. أوكي. السؤال اللي مع دينا هلا ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن؟ أنا بحبها كثير هاي الصورة. أحبها كثير هاي الصورة. أمل دايش معك. أهلا وسهلا. طيب تشوشيني. طيب لا عن جد فكري. والله فكري. الفاتحة لا مش عروس القرآن. طيب فكري شوي. تشوشيني الرحمن. صح عمو. شكرا عمو مجدي. لا عمو دويكات اللي غششنا برضه يعني. هيك عملية انتقام سلسلة جد. شكرا على كل حال يعني. طيب أعزائنا المشاهدين رايحين فاصل قصير وراجعين لكم. ابقوا معنا. Thank you.
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هالفاصل الصغير، ومعانا اتصال، معانا نور من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا نور؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله منيحة. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. طيب نور، قديش عمرك؟ عمري 11 سنة. العمر كله إن شاء الله. طيب نور، انت ايش بتحبي؟ يعني ايش بتحبي مثلا؟ بتحبي تسبحي، بتحبي تلعبي كرة قدم، ايش بتحبي تعملي اشياء بحياتك؟ بحب اسبح، بحب العب. حلو، شو الاشي اللي بتحبي تلعبي؟ بحب العب هاي الالعاب الذكاء، او الالعاب اللي بتكون يعني الالعاب المسلية. حلو، بتحب تلعب ألعاب الذكاء والألعاب المسلية. كتير حلو. هاي الألعاب دائما مشغولين فيها، ألعاب الذكاء، أربع صور في كلمة واحدة وسبع كلمات. يلا أعطيني إياها. وعليكم السلام. مين معانا؟ أنا لينا. لينا؟ لينا من الأردن. أهلا وسهلا. أنتي أخت نور؟ دينا أتوقع. دينا؟ أنتي دينا ولا لينا؟ دينا. دينا؟ اسمي. يلا هاي كمان عنا دينا كمان هنا بالاستوديو. كمان واحدة بناخذ كنز. بتحبي تحكي يا دينا مع دينا؟ ألو؟ ألو دينا، نحن عم نسمعك، بتحبي تحكي مع دينا؟ آه. يلا هاي دينا معك. مرحبا دينا. أهلا. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله. طمنيني عنك. الحمد لله. دوم يا رب. كيف رمضان معاكي؟ الحمد لله. طيب بتشعري بجوع ولا بعطش؟ تشعري بجوع ولا بعطش ولا بالتنين؟ لا انا اليوم هيك بس العطش اكثر. العطش اكثر. طب احكي لنا حبيبتي، شو موهبتك او هوايتك؟ دينا احكي لنا موهبتك او هوايتك، ايش تحبي تعملي؟ تلعبي كرة قدم، تسبحي، ترسمي؟ يا عن جد هيك اليوم كلهم برسوا. هاي هيك الموهبة بتحسي عن جد منتشرة، ما شاء الله عليك يا حبيبتي. دينا قديش عمرك؟ نعم. كم عمرك؟ دنوش كم عمرك؟ انا عندي 8 سنوات. بس كمان ان شاء الله عمرك كله، على فكره مبيني اكبر. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا حبيبتي، ان شاء الله العمر كله يا رب. تحضري كراميش؟ تحضري كراميش دائما؟ مو تمام. بحكي لك بتحضري كراميش دائما؟ بتسليكي صح برمضان؟ طيب شو رايك يا دينا تنشدي لنا شغله من كراميش؟ ماشي. يلا. يلا عم نسمعك. جيت أبيل السادة رمضان جانا زيادة، يهل الحريق رأسوني حارة، تكرسوني حارة، تستهلا لا قايوني، فرحان لا تبيني، تستهلا لا قايوني، فرحان لا تبيني، كل عام تبخير، هميكم 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 برافو. مسخ عليك. شكرا كثير لك اكيد، واحنا بنهنيكي بشهر رمضان وكل عام وانتي بخير وكل الام العربيه اكيد بالف الف خير. طيب بشرى ودينا حابه اسالكم سؤال. تفضلي. اول شيء نبدا مع دندن. دندن انه نفس السؤال. اوكي. شو رايكم انتم، بتلاحظوا انه الاعلام بياثر تاثير ايجابي على المواهب ولا تاثير سلبي؟
لا هو اكيد ايجابي، لانه اول شيء الاعلام بيساعد هاي المواهب على اظهار موهبتها وايصال هدفها. اهم شيء الشيء الاساسي اللي هو ايصال الهدف من طريق هاي الموهبه، فالاعلام بيعكس انعكاس ايجابي على هاي المواهب. واكيد دائما نشجع كل المواهب انهم يشتغلوا على هذه هاي الشغله ويحاولوا بالاعلام، لانه اكثر الوسيله صارت الاعلام، فاكيد الاعلام بيعمل انعكاس ايجابي. وبشوريا انا برايي انه الاعلام يعني بياثر انعكاس سلبي وايجابي على تطوير المواهب، لانه ممكن زي ما حكت دينا انه يعني يمكن يكون مواقع التواصل الاجتماعي، بما انه هلا احنا في عصر التكنولوجيا، ممكن تكون يعني فرصه لابراز هاي الموهبه، بس ممكن برضه تكون سلبيه، انه تكون سلبيه، ممكن يعرضوها بشكل خاطئ، مثلا يمكن ما يعرضوا الموهبة بهدفها هي، يمكن يعرضوها بهدف تاني يخليها سلبية بالنسبة لصاحب الموهبة. حلو، بس بدي أعلق على كلامها. صاحب الموهبة هو دائما بتحكم بالهدف تبعه، لأنه إذا ظهر على قناة هو اللي بيجي بحكي أنا بعرف سياسة القناة، بيجي بحكي أنا بدي أظهر موهبتي بهذا الهدف، بدي أظهر موهبتي، بدي أبين هاي الشغلة. فأكيد زي ما حكيت مرات بيكون انعكاس سلبي انعكاس إيجابي، بس برضه على صاحب الموهبة الحمل إنه يختار ما بين هو يعني اللي بيختار يعني معاه الطريق انه يوصل موهبته بهذا الهدف او بهذا الهدف او بهذا الهدف. اكيد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كيفك يا دانا؟ الحمد لله. كيف الصيام معاكي؟ ها؟ كيف الصيام معاكي؟ الحمد لله كويس. كم عمرك يا دانا؟ 10. العمر كله. طيب دانا حافظة شيء من أناشيد كرميش؟ ها؟ حافظة شيء من أناشيد كرميش؟ لا. مو حافظة؟ لا. طيب أنت إيش بتحبي تمارسي أشياء بحياتك؟ يعني مثلاً بتحبي ترسمي، بتحبي تنشدي؟ أرسم. بتحبي تنشدي؟ أرسم حكاك أنا؟ ترسم. ترسمي؟ يعني إحنا اليوم كتير في ناس بيحبوا يرسموا، كتير حلوة فكرة، موهبة مسلية وكتير حلوة. أنا بعرف أطبع. وانتي بألف خير حبيبتي. تفضلي عم نسمعك. عم نسمعك حبيبتي، تفضلي. بتحبي تحكي شيء؟ لا. طيب شكرا كتير إلك على مداخلتك. تفضلي. انا قطعت الاتصال. نكمل. اوكي ايش هسه كنا بنحكي انه ضل اصابه الاسحبي. خليها والله ضل. يلا صغير. ايه خديها. هاتي هاتي، بس تعلي صوتك بالسؤال. افضل نساء اهل الجنه. افضل نساء اهل الجنه. اوكي افضل نساء اهل الجنه. لا انا لا حدا يساعدنا. ما لحدا. لا طيب سهل فكري فيها. لا طب غششوكم اياه. غششوكم اياه. طب اعطيني. لا ما غششوني. لا والله. لا يعني ادري. طيب دندن شريك تاخدي شيخه وتساليها يمكن تعرف الجواب. اوكي يلا يلا تفضل. السلام عليكم شيخة. وعليكم السلام. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله. طمنيني عنك. ها؟ طمنيني عنك. الحمد لله بخير. دوم يا رب. كل عام وانتي بخير. انتي بخير. ينعاد علينا وعليك يا رب. احكي لنا شو موهبتك؟ الرسم. هاي كمان الرسم ما شاء الله. طيب يا شيخة انا هسا بلعبة السحب سحبت ومش عارفة اجابة السؤال، ساعديني فيه. افضل نساء اهل الجنه. يمكن خديجه رضي الله عنها. احسنتي وهي ساعدتك. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. طيب شو اسمه بتحضري كراميش اكيد. يلا احكي شو رايك تغني لنا منها. ما اعرف. ما بتعرف. طيب مش مشكله حبيبتي، اسعدتينا باتصالك. بتحبي تحكي اشي؟ اي ابغى اودي تحيه. يلا تفضلي. تفضلي. تفضلي عم نسمعك. ابغى اودي تحيه لبنت عمي لينا. اها ان شاء الله. اخوي
أها. وأولاد عمي وبنات عمي وماما وبابا وجدتي. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بيكون كل سنة عم تشوفوكي ونحكي لهم كل عام وأنتم بألف خير. طيب شكرا كثير لمشاركتك وتشرفنا بمعرفتك. طيب ضاي الورق. أكملي الحكمة التالية. رأس الحكمة بعرفها. رأس الحكمة رأس الحكمة أعطيني أعطيني. مع أنه مش مكتوب إشي بس خلاص. أكملي الحكمة التالية. رأس الحكمة والله بعرفها. طيب بدناش نروح الله حدا يسعدنا. رأس الحكمة رأس مخافة الله. أحسنت عمو أحمد وأحسنت عمو مجتع فكرة كمان نجاوب السؤال. لا عنجد فطرين بالوقت. طيب بشري بدي أسألك سؤال. إيش هواياتك بعيدا عن الحلويات والنشيد؟ حلويات ونشيد؟ طيب بحكي لك شو هوايتي بس ناخذ ميساء من الإمارات. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. كيفك يا ميساء؟ الحمد لله بخير. ألو تفضلي عم نسمعك. مين معي؟ أنا بشرى. كيفك يا بشرى؟ الحمد لله بخير. بحب أحيي لكم تحية كبيرة لكربيش وأنا بحبك كثير أنت وأمولة كل جوب كربيش. تسلمي يا رب وحبك أكثر. الله يعافيكي. ممكن أحكي مع دينا ألفيفا؟ يلا هاي دينا معاكي. دينا هاي دينا. هلا السلام عليكم حبيبتي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الحمد لله تمام. أنت كيفك؟ الحمد لله منيحة. بحب أحييكي بحبك كثير. تسلمي يا رب وأنا كمان بحبك أكثر وأكثر. الله يسعدك حبيبتي. كل عام وأنت بخير. أنت من أهله. طيب احكي لي اتفضلي امولة. اها يلا يا امولة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا امل؟ بخير الحمد لله. وانت كيفك؟ الحمد لله. انا بحبك كثير. تسلمي هذا من ذائك. شكرا. حكت موهبتها؟ لا لا صح. نعم. ايش في عندك موهبة او هواية انت بتحبي تمارسيها؟ أنا أحب السباحة والرسم. طيب طيب لو يعني أمك أو بابتك اعترضوا على موهبة أنت عم بتمارسيها شو بيكون موقفك؟ نعم. لو يعني أحد من أفراد عيلتك اعترض على الموهبة اللي أنت بتمارسيها وبتحبيها شو بيكون موقفك؟ هل إنه من السهل تغيري هاي الموهبة؟ يعني بطيع والديني أكيد بس بحاول أقنعهم. بطيعهم طبعا لأنه يعني ضر الوالدين أهم. أكيد بس برضه إنك تمارسي شيء بتحبيه شيء برضه حلو. وأهم إشي إنك تعرفي ليش ما بدهم هم. يمكن السبب. يكون رأيهم الصواب فأكيد هم بيحبوا مصلحة. بس إذا أكيد بس إذا كان يعني رأيهم مو مقتنعة فيه حلو تتناقشوا بالموضوع حتى توصلوا لحل مناسب. يعني طبعا بحاول اقنعهم بس اذا ما رضوا يعني اكيد بر الوالدين احسن. اكيد. طبعا تفضلي ميساء. نعم تفضلي عم نسمعك. اوكي احب احيي تحيه كبيره حق كل نجوم كرميش واحب اسلم عليهم واقول لهم انا احبكم وايد. تسلمي. وكل نجوم كرميش بيحكوا لك واحنا كمان بنحبك وايد. وبحب احيي كمان كل اهلي وامي وابوي اخوالي وعمي وهيك كل هدول اهلي. اكيد وان شاء الله يكون سلامك وصل لهم واحنا اكيد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. شكرا. عفوا اهلا وسهلا فيكي ونورتينا. كنت بتساليني سؤال انه بعيدا عن الحلويات وبعيدا عن النشيد اشياء بحب اعملها. بحب اسبح. ما بعرف اسبح كثير يعني بس بحب يعني اسبح. بحب اقرا كثير. بقرا
قراءة. بقرأ كتب مو علمية، بقرأ قصص. لا مو حتى مو قصص، هي سلسلة جرائم وكيفية حلها. قصص البوليسية هاي بس أقرأها يعني، حتى قصص شارلوك هولمز هاي مليان عندي. أنا بقرأ أكتر إشي لأغاثا كريستي يعني، قصص الكبرى كل هاي القصص طبعا أختي وبتروي لي، فالحمد لله حلو القراءة. بس على فكرة والله يا جماعة لا أنا إذا قرأت إشي بيخوف، لا هو شوفي هو مو إشي بيخوف يعني، قصص أغاثا كريستي بس بتعلمك طريقة تحليلها للمواضيع. مثلا قدامك قضية وكيف أنت تحليليها، مثلا أنت ما بتتوقع أنه هذا قاتل بعدين يعني. لا كل اللي بتتوقعيهم بيكونوا غلط، بيكونوا غلط يعني. إنسان كان كتير بعيد عن شكك بيكون هو القاتل في الأخير. يعني شيء برضه غير انه مثلا انت بتستمتع وانت بتقرا القصه، بتكون هي عم بتعلمك شوي شوي كيف تحلل الموضوع. بعدين في قصص بتنتهي بيحكي لك انه انت انهي زي ما بدك. هاي القصص بكرهها بس انا يعني هاي اللي بدي اياه يعني. حلو انك تبتكري برضه قصص. السلام عليكم. السلام عليكم يا هاجر. مساء الخير امل. مساء الورد، كيف حالك؟ كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف هبشورة دينا؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. كيف اليوم انتم منورين البرنامج؟ تسلمي هذا نورك. مبروك عليكم من شهرين، عاد عليكم بالخير والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله عليك. الله يسلمك. كيف حالكم بشهر رمضان؟ الحمد لله. الحمد لله. وانت كيف رمضان معك؟ لا انا مليح يعني هيك. يلا حكينا ايش موهبتك؟ ايه الرسم والسباحة هيك. يعني رسم سباحة، رسم وسباحة، كتير حلو ما شاء الله عليك. طيب غنينا من كراميش. الله سبحانه. يعني ماني حافظة كتير بس رح اقدم لكم مقطع صغير شوي. يلا. اللي شو احلى من اصحاب على طول العمر يا احباب، بيفكرني يا بالي حتى لو الها عداء. هذي شو هاي تأمولة وبشورة جنن. انجد كتير كانت تسلمي وشرفتينا بمعرفتك هاجر. الله يسلمك. تسلمي. يلا مع السلامة. هلا فيك حبيبتي. مع السلامة. اوكي. كنت بتسألين سؤال برضه ما قدرتش ايش اجاوب عليه. ايش اخر سؤال كان؟ انه اشياء انا بحب اعملها بعيد عن ال، حكيت لك انه عن قصص اغاثا كريستي وبس. وبحب اعمل حلويات وبنشد وبس يعني، كثير اشياء بكفل. تعالي اليوم نروح عندها نخبص بالمطبخ. لا والله صراحه شوفي انا بخبص بالمطبخ يعني، احكي لكم الصراحه بخبص بالمطبخ، وبكون بتكون ماما مرتبه المطبخ بقلبه هيك بس انه يعني برجع برتبه يعني صح مو برتبه كثير بس برجع برتبه يعني. احلى شيء لما هيك تفوتي وتعملي اللي بدك اياه بس تخبصي كركبي بس لما تيجي هاي اللحظه اللي بدك تسوي ترتبي فيها كل اللي خربتيه، هاي اللحظه مدمره. لا بس انا يعني بوجه تحية لماما لأنه أنا كتير بعذبها بهيك شغلات، بخبص المطبخ وبقلبه بس يعني برجع برتب منه، هي بترتب معي بس برضه برجع أساعدها أكيد. وأنا كمان يعني بوجه تحية لكل الأمهات اللي بيتعبوا مع بناتهم أكيد. ودينا نورتينا وعن جد حلقة كتير حلوة. خلصوا الورق؟ طيب نحن بما أنك جاوبتي كل الورق حابين نعطيكي هدية مني ومن أمولة. يسلم حبيبتي. ان شاء الله تعجبك الهديه. وبما انك جاوبتي على كل الاسئله وكنتي ما شاء الله في منهم غش نحكي الصراحه بس انهم جاوبتيهم يعني طلتك بكفي. تسلمي يا رو. الله يسعدك حبيبتي. والله انا كثير كنت فرحانه بتواجدي معاكم اموله بشوره على قناه كراميش برنامج حكي صبايا، ويعني انا عن جد دائما من متابعينكم ما شاء الله عليكم. تسلمي. هيك طلتكم بتفرح. تسلمي. هذا من ذوقك. وكمان قبل ما تختم بشرة لأنه وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، دينا أميرة ملكة إمبراطورة الشعر. تسلمي. عن جد ما شاء الله. وشفتك أنا من بعد غياب يعني قبل سنتين شفتك وهلأ بشوفك. يا الله. انبسطت كتير بشوفتك، نورتينا باستديو حكي صبايا. تسلمي يا رب. الله يسعدك. بوجه تحية لكل تسلمي. بوجه تحية لكل أصدقائنا اللي شافونا اليوم وبحبكم كتير.
طيب نحن هون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بحب أوجه تحية لكل الناس اللي عندهم مواهب، لأنه وبحب أحكي لهم إنه ينموا مواهبهم ويكون في إرادة، لأنه إذا إحنا كان عنا إرادة بالأشياء اللي عم نعملها صح، فإحنا أمة تعلو وترقو إن شاء الله، ورح نرفع راية الإسلام عاليا إن شاء الله. وفي ختام حلقتنا بحب أودعكم وإن شاء الله بنلتقي في حلقة تانية من البرنامج حكي صبايا. محبتكم بشرى عواد.